بيجرب حظك وراي. عم بتشوفوا هالمجموعة من الكلمات عم يقطعوا فيهم، رح قلكم اياهم شو هني. محفظتهم بعد والله سر اعتذار عتب ندم شكر وقرف. تحفظهم بالحلقة 50 60 ان شاء الله ان شاء الله. بدي اطلب من كل شخص بس يقول ستوب، الكلمه اللي بتكون وقفت عليها بده ينفذها. اوكي بيير رح ابدا من عندك. اوكي شو رايك؟ بس تكون جاهز قول ستوب. جاهز. هي هي بدك جاوب. بدك تقول ستوب تتوقف. ستوب. شو حلو. عتب. بنرجع عتب كبير على كثير من الزملاء يلي شو بدي اقول لك يعني يلي اوقات مش عم بيحافظوا على 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 اسعارهم المفترض، يلي بياخذوا اعمال من درب غير زملاء لهم. عتب يعني بيرخصوا يعني؟ ها؟ بيرخصوا؟ انه انت مفترض عندك سعر معين، بيطلبوك على دور، بتجي بتقول لهم هالقد السعر، بيجي ممثل ثاني بياخذ انقص منك بياخذ هو الدور. والمنجين في لبنان مش فرقاني معهم اذا انت راكب على الدور. يعني فرقاني معهم أيه هو بيجي ارخص اوقات، مش كلهم طبعا يعني. هيدا عتبك؟ ايه طبعا عتب كبير. انا كل همومي بالوسط على فكره يعني. كل همومك بقلب الوسط؟ ايه. يعني بمحور المهنه بشكل عام؟ ايه طبعا. بس غريب يعني هي اكثر شيء بعد في يكون هموم اضرب من هيك يعني؟ لا بس انه هذا يعني هذا عتب رئيسي وهم كبير عندنا اياه نحن. كيف ممكن ينحل؟ هلا المضاربه بتعتبر هذه عرض وطلب يعني؟ لا ممنوعه هي نقابيا، ممنوعه. ممنوعه نقابيا. احنا عندنا درجات بالنقابه يعني. في درجه اولى، في هواة، في محترفين، في. شكرا بيير. نجوى بس تكوني جاهزه فيك تقولي ستوب. ستوب. هي يعني اذا برمت ثانيتين ثلاثه أربعة هي زي نفس الشيء عم تبرم. وانا حسيتها طولت قلت عنها. انتوا ملاحظين؟ ملاحظوا؟ على اساس انه رح يخلص البرنامج. انتوا لاحظتوا شغله انه بييرو ما بيحكي الا على دوري وهيك شوفوا كيف بيبتسم يعني. لانه انا معوده انا معوده عليه دائما بخلينا نبتسم وبس هو اللي عم يحكي انا بايده وانا معه 100%. ندم. ندم. عشو ندماني؟ ندم أنا ما بندم على شيء قرارات أنا باخدها أبداً يعني. بس هلا عشو ندماني؟ ما بحياتي أخذت قرار وندمت عليه شو ما كان إذا كان قراري. بس أوقات ما بعتبره ندم قد ما أوقات عطب. بحط مثلاً أيوة بحط ثقتي بأشخاص ما بيكونوا مزبوط. شو سبحان الله. يا فيرو عن جد يعني أوقات بحس إنه عطيت ثقتي لأشخاص يمكن أكثر ما لازم إني أنا أعطيهم ثقة. بحس نوع مش من الندم، بحس انه مثل ما قال بيرو عتب و... وباخد حذري مشان مرة تانية. بس بحياتي ما ندمت على قرار انا اخذته. انت ملاحظ لانه انا ارمني اكثر شيء عم بفهم عليها. ملاحظة شو؟ بس ليه؟ انا ما عندي خبر، انا ما عندي خبر مين فزتوا علي لبيرو. بس شو المقصد فيها بيرو؟ فسر لي اياها شو؟ هلا انت عن جد ارمني؟ تحية لكل الأرمن أصلاً. هلا جواب. أنا برأيي قوم بعد عنك. لا بالعكس مبسوط فيك. كلمة تانية بدي غير. لا بس لا. أنا وكارين. حط كارين حدك. لا لا. الجواب على السؤال لمين الغنية اللي غنتها نجوى سلطان هي السيدي فيروز. كم شخص جاوب على هذا السؤال؟ 14,056 شخص. والسؤال التالي هو وهنا السؤال، بأي مسلسل اشتهر بيير جاماجيان بشخصية بييرو؟ المعلمة والأستاذ، 2 أوراق الزمن المر، 3 ألو حياتي، أو 4 دكان شحاتة. شو الرابع؟ دكان شحاتة. أنت بتعرفيهم؟ فيلم. تابعتيهم انت؟ بتحبي الافلام؟ هيدي شغلتي لازم تتابع هالقصص. شغلتك حضرتك مخرجه ممثله؟ نو بالاعلام لازم تتابع هالقصص. فيك تقولي ستوب برايك ساعه بدك.
ان شاء الله يطلع لي ندم لك شو راح اقول. خليني انا اقول ستوب لكين. لا وقف بدون ما اقول ستوب. يلا ستوب. اعتذار. اعتذري بس. ايه هو زيته. اعتذر. بعتذر انه ما اجيك ندم. اوكي من مين بدي اعتذر؟ ايه. من حالي. حلو، ليه؟ لانه بقسى على حالي وبزعل من حالي وما بسامح حالي وبنتقد حالي بكثير محلات محبة. وحالتي حالي. لا بكثير. بكثير محلات ما حبيت حالي، ولما ما حبيت حالي أذيت حالي، فبعتذر من حالي. حلو. كم كلمة حالي بتعملي بالسنة؟ صدقني مش كثير. بس أول مرة حدا بيعتذر من حاله، بس فيها وجهة نظر. دايما بيطلع على بالك أيام تعتذر من حالك. لا بس إنه سؤال حالي ما فهمت شيء. أنا لما ما بتحب حالك أوقات إجاكي الدور كمان. إيه إجاني الدور. لما ما بتحب أو حالك أوقات بكثير بحياتك بمراحل من حياتك، لما بترفض حالك بتأذي حالك. إكزاكتلي. يعني هي عم تعتذر عن قرارات هي أخذتها. بعرف حبينا نحن. بناس قراب منك بيأذوك بأفعال أنت بتعملها غلط، فبعتذر من حالي. هي استعملت بالغلط بيأذوك، اوقات بيأذوك على الصح وعلى هي حالي. استعملت كلمة الاعتذار، بس الفعل اللي استعملته هو الندم. لا 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 مش ندم. لا. لا. انا ندمانة لاني جيت على الحلقة اليوم. بس لا لازم تلبي 30 حلقة برمضان تكوني فيهم على الهواء. انا ندمانة كيف جيت اليوم وانت هيك على الطالح وعلى النازل. لا بالعكس. بتعرفي هيدي من محبتي. بعرف عم بمزح. بعرف انه انت ما بتحملي. بدك تطبيع. ساعة تكون جاهز. ستوب. سر. اوه. انا صراحة ما عندي اسرار. ايه لا بكل طبعا انه انا حقيقة معروف عني اني انسان بحياتي كل انسان عنده اسرار الشخصية ولا الشخصية والعملانية المهنية. بالواقع لا ما عندي اسرار. لا لا سر فيك تخبرنا عن شيء ما حدا بيعرفه انت بس بتعرفه وعبالك تحكي عنه. ما في عندي حقيقة لا ما انه بوارد براسي انه اي سر سياسي. كمان ما في عندي سر سياسي معين اني اقوله. بعرف انه انا حقيقة ما بيعرفوني اصدقائي ومحيطي بشفافيتي. طيب سر عن الجنرال. ما في عندي اسرار بخصوص الجنرال. علاقتي معه كثير علاقة جيدة وشفافة وفيها كثير من الحب والود. ما في عندي سر معين حقيقة. ولا سر. اوكي. بأي مسلسل اشتهر بيير جاماجيان بشخصية بييرو؟ جواب الصحيح على هالسؤال هو المعلمة والأستاذ. ليه ما رجعنا شفنا شخصية بييرو بمطرح تاني؟ عفوا؟ شخصية بييرو ليه ما رجعنا شفناها؟ أنا عملت مسرحية بييرو حظ زيرو. صحيح. كمان هلا في ناس ما بيعرفوا يعني بييرو حظ زيرو مسرح وقت عملناه. بس ما عاد تستاهل يعني استعملتها الشخصية اللي حبوها. ولا حابب عيدها. ما حابب تعيدها؟ لا لا ابدا. لانه عرضوا كثير علي ناس حقيقه عم بحكي ومون جين وانه صاروا كل ما واحد كتب انه ليك شو رايك بييرو كذا تقرا انت ما في شيء يعني. فمش مضطر اعيدها حيالله يعني. اذا رجع المعلمه والاستاذ كيف يعني رجع؟ اذا رجع انعمل. جان خدير حكي عن الموضوع معنا بالحلقه انه ممكن يرجع ينعمل. عم يشتغل على المشروع. ما بعرف يعني. إذا رجع انعمل ممكن تعمل دور؟ لا أكيد لا يعني إنه حيالله يعني ما بعرف شغلة بوقتها بتشوف مين كاتب وشو كيف الكتابة بدك تقرا يعني. وإلا مش مضطرين يعني حرام. شخصية حلوة عند الناس تبقى حلوة. صحيح صحيح. شكرا بييرو. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا. بدك تقولي شيء كارين قبل ما ياخذ بريك؟ لا. في شيء عبالي تقولي في عبالي هيك بوحد شيء سر عنك مثلا هلا انا بوحد سر عني؟ شو رايك؟ ايه بوح خلونا ناخذ بريك خلونا